من الأمور اللي تعرف مقامات الزهراء فيها تدري شنو؟ السؤال والعطية. السؤال والعطية. شوف الزهرة باكر إذا طلبت من الله شيء، الله يرد فاطمة. شوف الرواية هذه إلى آبائنا وإلى أبنائنا، إذا وصلت إلى الآباء هم يسلمونها إن حتى نشترك كلنا في الجانب الولائي. شوف الرواية شقد جميلة. فيوحي الله إليها، إلى منو؟ إلى فاطمة. فيوحي الله عز وجل إليها: يا فاطمة سليني أعطك. يا فاطمة سليني أعطك وتمني علي أرضك. احنا بالبحراني وفي اللهجات الدارجة الآن نقول شنو؟ نقول الدلل. بس بعضهم يقول طب وتخير وتمام. هذا كنا الله باكر يقول للزهرة الدلل أم الحسن اشتردي. يا فاطمة سليني أعطك وتمني علي أرضك. اشتردي. الزهرة اشتردت. اش تتصوروا؟ قالت بيتنا اللي في الدنيا اللي كان صغير ما في أثاث، أريدك تعوضني تعطيني قصر في الجنة. قالت الأكل اللي كنا احنا 3 أيام نفطر بس على الماء القراح، حتى الخبز أتصدق به، أريدك تعوضني الآن بالفواكه. شوف أمنية الزهراء وشوف الطلب مال فاطمة. فقالت مولاتي فاطمة: إلهي أنت المنى. هذه من أروع العبارات، يقول واحد ما يتمنى إلا رضا الله عز وجل. إلهي أنت المنى وفوق المنى، أسألك ألا تعذب محبي. شوف إيش قد حنونة فاطمة. أسألك ألا تعذب محبي ومحبي عترتي بالنار. هذه فرحة إلك ترى. أنا أشوف الآن ناس يسمعون وقاعدين يبكون، مع العلم هذه مو دموع حزن، هذه دموع فرح. يمكن الواحد ما يقولها بلسانه لكن قلبه يقول، يقول من أنا ومن أكون حتى فاطمة تقدمني على أولاد. الواحد إذا انظلم يا إخواني وإجا يوم التعويض يدور شلون اللي انحرم من عنده يعوضه. والظلامات اللي مرت على فاطمة ما قالت أريد حق الضلع وحق اللطمة، فكرت فيك أنت. بعد هذه بينك وبين نفسك من تشوف قلبك الآن مكسور والدمعة بروحة تنزل من عينك، احكي ويا روحك، مو يا شيخ ياسين، لا، من ترجع البيت بينك وبين نفسك قول أنا ش سويت للزهرة حتى الزهرة تفكر فيا حتى في ذاك اليوم. أنا ركعتين يمكن ثقيلة علي أهديها إلى فاطمة، سورة ياسين صعبة علي أقراها إلى مولاتي فاطمة. من يجي ذكر مولاة الزهراء، من يقولون اليوم يوم الأحد الزيارة المخصوصة لعلي وفاطمة، شي قريني إياها وهي تفكر فيك وناسي حتى آلامها وحتى أولادها.